السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشرت إحدى صفحات الناشطة على الفيسبوك في الساعة الأخيرة صور صادمة لملفات مواطنين عثر عليها مرمية في الخلاء. وحسب الصفحة التي نشرت الخبر فإن هذه الملفات تخص السكنات الاجتماعية، قام مسؤولون ببلدية الأغواط برميها بعيدا، ومنحوا هذه السكنات فقط لمعارفهم مقابل الرشوة. وكانت هذه الصفحة قد نشرت منذ أيام تسجيل صوتي لرئيس بلدية الأغواط والمدعو السعويسي وهو يتواطى مع أحد المواطنين ويعده أن يمنحه سكن اجتماعي وقطعة أرض بطريقة ملتوية ومشكوك فيها. وعليها ندعو السلطات العليا في البلاد ووزارة العدل إلى ضرورة التحرك فورا وفتح تحقيق معمق، وإن ثبت تورط هذا المسؤول فوجب إنهاء مهامه وتحويله للعدالة فورا لينال جزاءها.